احتفلت مؤسسة سلام يمن للإغاثة والتنمية الإنسانية في منطقة الشغب صبر الموادم بمحافظة تعز باختتام المراكز الصيفية تحت شعار صيفنا سلام. جاء هذا الاحتفال ضمن الفعاليات تدشين العام الدراسي الجديد وبمناسبة اليوم العالمي للإنسانية. نحن حضرنا تدشين أو تقييم انتهاء المراكز الصيفية لهذا العام، وأيضا بداية السنة الدراسية. نشكر مؤسسة سلام يمن برئاسة الأخت خديجة عبد الملك على ما تقدمه من دعم لهذه المراكز الصيفية، أيضا دعم في برنامج تدريب الطلاب، دعم في جانب طباعة الكتاب المدرسي لبعض المدارس في عزلة النقادة مديرية صبر الموادم. نحن من جانبنا في السلطة المحلية ندعم ونقدم التسهيلات لمثل هذه الدعم والتدخلات. أكد القائمون على المراكز الصيفية على أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهارات الأطفال والشباب، مشيرين إلى دورها في تعزيز روح التعاون والسلام بين أفراد المجتمع، كما تم توزيع الشهائد والهدايا على المشاركين، مما أضفى جو من الفرح والاحتفال والاحتفاء بالإنجازات مع أناشيد ومسرحيات وأنشطة متعددة. مؤسسة سلام يمن اليوم هنا في عزلة النجادة تحتفي بانتهاء الفعاليات والمراكز الصيفية التي استفاد منها 445 طالبا وطالبة هنا في هذه العزلة المحاصرة والمحرومة. مع بدء العام الدراسي تشهد العملية التعليمية زخما وإقبالا كبيرا من مئات الأطفال. تتزامن أيضا هذه الفعالية مع اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام تحت شعار معا من أجل الإنسانية. نحن هنا من أجل الإنسان ومن أجل الإنسانية ومن أجل السلام، هنا من أجل هؤلاء الأطفال الذين من حقهم أن يحصلوا على حياة كريمة. يأتي هذا الاحتفال ليعكس جهود المؤسسة في دعم التعليم وتنمية المهارات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ويعزز من أهمية العمل الجماعي في بناء المجتمع. تعلمنا الأشغال الأدوية في المراكز الصيفية. المراكز صيفنا سلام 440 طالبا وطالبة اليوم نحتفلون.